هناك نسبة محددة للربح في التجارة، مثلا نصف القيمة أو ربع القيمة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أباح التجار بالبيع والشراء، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والتجارة بالأموال المباحة مجمع عليها بين أهل العلم، وهي من خير الكسب. وقد جاء في الحديث أن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. وليس للربح في التجارة حد مقدر، وإنما هذا يرجع إلى السعر في الأسواق، ارتفاع السعر في السوق أو انخفاضه، هذا يرجع إليه. وكذلك إذا كان البيع مؤجلا وكانت الزيادة هي من أجل التأجيل فلا مانع من ذلك، لأنه معلوم أن الإنسان لا يبيع مؤجلا إلا إذا كان يحصل على فائدة تزيد عن بيع الحاضر. لأجل مصالح العباد أبيح البيع المؤجل بزيادة عن البيع الحاضر، وليس لهذا تحديد، ولكن لا ينبغي للتاجر أن يستغل حاجة المحتاج ويزيد عليه زيادة باهظة، وإنما يكون هذا في حدود المعروف وفي حدود الزيادة التي لا تثقل على المحتاج، لأنه في الغالب لا يحتاج لا يشتري مؤجلا، في الغالب لا يشتري مؤجلا إلا إنسان محتاج. فلا ينبغي للتاجر أن يستغل حاجة أخيه فيزيد عليه زيادة باهظة، وإنما يكون هذا في حدود المعقول. وكذلك إذا كان المشتري غرا لا يعرف قيمة السلاح فلا يجوز له أن يخدعه أن يزيد عليه زيادة باهظة، وإذا تبين هذا فإن له خيار الغبن كما نص على ذلك أهل العلم، فإن خيار الغبن يثبت بزيادة الناجش والمستفسد، أي الذي لا يحسن أن ينافس ويساوم على السلاح، وإنما يقبل قول البائع ويثق به. فلا يجوز للبائع أن يستغل سذاجة هذا المشتري أو جهل هذا المشتري فيزيد عليه زيادة باهظة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وتلقي الجلب من أجل منع التغرير بهم حتى ينزلوا إلى السوق ويعرفوا أقيام السلع. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا غبنوا. الحاصل أن الاتجار وطلب الربح أمر طيب ومشروع، لكن يكون في حدود المشروع، في حدود الأمور التي ليس فيها تغرير وانتهاج بحاجة المحتاجين وضرورتهم. جزاكم الله خيرا.